رجعنا لكم من جديد بمنتج رهيب، تابعوا معاي. السلام عليكم، اليوم عندنا مراجعة لجهاز الإضاءة الرهيب Godox LED 260. يلا خلونا نبلش، بنفتح المنتج. طبعا أعترف لكم أني بطيئة بالإنبوكسينج، لذلك راح أختصر عليكم. محتويات الكرتون: الشاشة، ريموت كنترول، الحامل، كيبل الطاقة، الكتالوج اللي ما حد يقرأه. الشاشة من قدام تجي بقوة 30 واط بمقاس 36×24 وبعرض 2 سنتيمتر. وزن الجهاز تقريبا 917 جرام. طبعا من الخلف مثل ما انتو شايفين زر التشغيل، فتحات جانبية عشان تبرد على الجهاز، والشاشة مع زر تشغيل يخليك تتحكم بمستوى الكالفن المتمدد، وبحرارة لونية تمتد بين 3300 إلى 5600 كالفن، طبعا نقدر نتحكم فيها. مع تحكم بقوة الإضاءة من 10% حتى 100%. طبعا يوجد مكان للبتري تقدر تشتريه من الانترنت، وهو عبارة عن بطارية لكاميرا الفيديو من سوني، وعن نفسي راح أطلبه بالمرة الجاية. وبالمناسبة البطارية تركب على جهاز الإضاءة فيلتروكس اللي سبق وتكلمت عنه بالحلقة السابقة. الحين أقدر أقول إن هذه الإضاءة راح تكون إضافة حلوة وتسهل علي عملية المونتاج بدل ما أرفع الإضاءة عن طريق برنامج المونتاج. والحين خلونا نشوف الفيديوهات لهذه الإضاءة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. مع أجمل تحياتي زهراء حسين.